حابين تديروها؟ مثلا أمنية حسن أقران كان يدير ديو مع من يديرو، وش من طابع موسيقي يديرو؟ طابع موسيقي كاميريون دايما ديو سيبا ولكن اون ستار انترناسيونال مثلا مارك نوفنر ستار انترناسيونال بالك مارك نوفنر بالك كولد بلاي سيبا اللي راه بريتيش بوب وي وي تميلو بزاف لا بريتيش بوب واش رايك اوازيس ثاني سي فري اوازيس مثلا واش رايك في النجاح اللي حققوا مثلا سول كينغ مؤخرا حاجه تشرف بيان سيغ سي كالكان اللي بدا صافي بالك عنده بالك 10 ولا وين هو في الدومين مع لو جروب تاعو وين ما جاتوش حاجه سهله وخدم عليها بزاف اي فوالا الحمد لله دوكا الى ريكولت لو فروي تاع الخدمه تاعو طيب نروحوا الفاصل